السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى رؤية ماء زمزم في المنام؟ لقيت ان انا بستحمى بماء زمزم، بملى مية ماء زمزم، رأيت نفسي عند المكان اللي فيه ماء زمزم، رأيت ان انا بشرب ماء زمزم. ليها علاقة بايه ماء زمزم؟ اولا ليها علاقة بزوال التعطيل 100%. لو انت بتستعملي اي رقية دليل على زوال التعطيل. طيب ماء زمزم لو وصلت عند بير زمزم ده دليل على دعوة مستجابة، ده دليل على خروجك من ابتلاء، ده دليل على ان انت صبرت كتير في حياتك ولكن ربنا اراد لك النجاة واراد لك الفوز واراد لك النصرة. فرؤية شرب ماء زمزم في المنام سواء للمرأة او للرجل العزاب دليل لهم على زواج من شريك حياتهم المستقبلي، وهذا الشخص أو هذه الفتاة ستكون طيبة الخلق وذات مكانة جيدة بين الناس وخصوصا سمعتها. ستكون أو سيكون شريك حياتك أو شريكة حياتك سيكون هو مصدر الأمان والحب، وستحظى بحياة سعيدة جدا ورفاهية مع أبنائكم لما تتجوزوا إن شاء الله. إذا رأيت بئر زمزم المية نقصت أو جيت تشرب ماء زمزم ولكن المية وقعت على الأرض، تمام، فده بيدل على إن في قرب أنت بتعيش فيه أو هتمر بقرب أنت بتعيش فيه، ولكن هذا الأمر سيطول بعض الشيء ومحتاج منك التقرب لله والتصدق. ربما كمان سكب ماء زمزم في الأرض أو إنك رأيت بير زمزم فاضي لا يوجد به ماء، للأسف ربما يكون فقد شخص عزيز عليك أو توفي شخص عزيز عليك. كمان رؤية أن أنت عايز توصل لماء زمزم أو لبئر زمزم ولكن في ازدحام شديد، يعني حاولت أن أنت تشرب منه ولكن ما عرفتش تشرب، ده معناته أن أنت بتمر بحالة من الحزن والاكتئاب وهتعتزل عن الناس فترة، فعليك طبعا بقراءة سورة البقرة وعليك بالبعد عن مسببات الإزعاج والهم والحزن. إذا رأت الفتاة العزباء إن هي عايزة تشرب من ماء زمزم ولكن لم تستطع، فهذه الرؤية بتدل على إيه؟ بتدل على ربما تكوني مزعلة باباكي، ربما تكوني مزعلة مامتك، ربما تكوني بتعملي خطأ من وراء باباكي أو مامتك، دليل على إن أنت في نصيحة بس مش هتتقبليها، أو دليل على يعني تقدر تقول الشخص اللي بتحبيه دعوتك مش مستجابة لي. رؤية شرب ماء زمزم في الحلم المتزوجة بيشير إلى إيه؟ مستقبل مليء بالنعم والبركة، بيشير إلى تحقيق أمنية ليك، وخصوصا لو كنت بتدعي أنك عايزة تحملي سواء في بنت أو ولد فده بيدل على دعوة مستجابة. بيشير كمان إلى أن ذريتك هتكون صالحة ونافعة بإذن الله تعالى. كمان بيدل على لو في مشاكل بينك وبين زوجك ورأيت انك تشربي ماء زمزم او وصلتي لبير ماء زمزم فده بيدل على انتهاء المشاكل وان الامور سترجع الى مجراها الطبيعي مرة اخرى. وكمان لو رأت المتزوجة انها تشرب من ماء زمزم في الحلم فده بيدل على تغيرات ايجابية حواليها كلها، زي زيادة في رزقها، زيادة في المال، زيادة في الذرية، زيادة في صحتها، لأن ده بيدل على الشفاء طبعا. تقدر تقول أن شرب ماء زمزم بعد عطش بيدل على التخلص من الفقر والتخلص من الابتلاء. شرب ماء زمزم للرجل هنا رغبة على أن الرجل يريد أن هو يمشي في طريق مستقيم، حابب أن هو يشعر بالاستقرار والسلام الداخلي. فشرب ماء زمزم للرجل هنا دليل على ان هو هيعود عن طريق مش مناسب ليه، دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى تمام هيفتح له طريق السعادة. شرب ماء زمزم هنا من الرموز التي تدل على منافع كثيرة سيحصل عليها الرجل، زي تحسن في احوال المادية، في الصحية، نفسيته، مصدر رزقه، سداد دينه، تمام، في تحسن اوضاع له وللناس اللي حواليه. طب لو رأيت انك بتهدي لشخص ماء زمزم دليل على انك تحب هذا الشخص، تحب ليه الهداية، تحب ليه الرزق، بتدعو له بالخير، بتتمنى له الخير، فده دليل على ان الشخص اللي انت اهديت له ماء زمزم دليل على ان في دعوة ليه مستجابة. اي رؤية عن رؤية
رؤية ماء زمزم اكتبوها لي أسفل التعليقات.